كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله بإذن الله ربنا يتقبل مننا ان شاء الله بإذن الله، ويعيننا ان شاء الله بإذن الله على رمضان. احنا ان شاء الله بإذن الله هنكمل بإذن الله مع بعض المحاضرات، دبلومة تصميم مواقع الانترنت، المحاضرة الثالثة من الدريم ويفر. تمام، ان شاء الله باذن الله احنا النهارده هنبتدي بقى نتكلم في موضوع من الموضوعات المهمه جدا في دريم ويفر، وكانت مهمه برضو في الاتش تي ام ال، اللي هي التيبل. تمام، هنشتغل النهارده على ازاي هنبتدي نطبق بقى اللي كنا احنا بنعمله في الاتش تي ام ال، ازاي بنبتدي بقى نستعمله هنا في دريم ويفر، بس بشكل ابسط واسهل بكتير من اللي كنا بنعمله في ال HTML، لان احنا في ال HTML كنا بنحتاج ان احنا نبتدي نكتب كل الكلام دوت ك تاجز، وبعد كده بيبتدي يطلع لي على الانترنت اكسبلورر. هنا لا، انا ببتدي هرسم على طول التيبل بتاعي، بحدد انا عايز كام رو، عايز كام كولوم، عايز الويت بتاعي قد ايه، عايز يبقى فيه بوردر ولا مفيش بوردر، عايز يبقى فيه سيل بادنج ولا فيش سيل بادنج، عايز يبقى فيه سيل سبيسنج ولا فيش سيل سبيسنج. يعني انا ببتدي احدد كل حاجه من الحاجات اللي انا عايزها في التيبل من خلال ويندو بتطلع لي بحط فيها الحاجات اللي انا عايزها. تمام، طيب هنبتدي دلوقتي مع بعض نشوف هنتعامل ازاي مع الايه التيبل من خلال الدريم ويفر. دلوقتي لو جينا دلوقتي فتحنا اي صفحه HTML عاديه جدا، لو انا دلوقتي عايز ابتدي انسرت تيبل في الصفحه بتاعتي، مجرد ان انا باجي من القايمة insert، ومن القايمة insert بختار table. يعني انا اول ما حاجة هبتدي دلوقتي انا عايز ابتدي اعمل اللاي اوت بتاعي، يعني الصفحة بتاعتي اللي هحط فيها اللوجو، اللي هحط فيها السايت نيم، اللي هحط فيها لينكس، اللي هحط فيها الكونتنت بتاعتي، اللي هحط فيها الصور بتاعتي. يبقى انا اول حاجة هقول له insert، ومن insert هختار table. بعد ما اختار insert table هيبتدي يطلع لي، طيب التيبل ده انت عايزه يبقى كام رو، عايزه يبقى كام رو، وعايزه يبقى كام كولوم، وعايز الويت بتاع التيبل ده هل هو هيبقى على عرض الصفحه كلها ولا بقيمه معينه بالبكسل، وكمان هحدد البوردر ثيكنس بتاعتي. يعني اول حاجه هنقول مثلا انا عايز اخلي التيبل بتاعي متقسم لثلاث اجزاء، جزء اسمه هيدر، وجزء اسمه بادي، وجزء اسمه فوتر. تمام، حاجه هنا اقول له ايه، ان انا عايز اخلي عدد الروز بتاعتي 3، وايه هخلي الكولومز بتاعي كولوم واحد، والتيبل ويت هخليه 100%، والبوردر ثيكنس هخليها بزيرو، والسيل بادنج بزيرو، والسيل سبيسنج بزيرو. وبعد كده هاجي واقول له ايه، اوكي. اول ما هاجي واقول له اوكي على طول هيبتدي يعمل ايه، هيكرييت التيبل بتاعي. هيبقى في عندي اول جزء اللي هو الايه، الهيدر، وبعدين تاني جزء اللي هو البادي، وبعدين اخر جزء اللي هو الايه، الفوتر. طيب دلوقتي انا عندي الهيدر، طب الهيدر قد البادي قد الفوتر، لا انا عايز اخلي مثلا الهيدر بتاعي ابتدي بقى اتحكم في الهايت بتاعه يبقى قد ايه، يعني هخلي الارتفاع بتاع الايه، بتاع الهيدر ده قد ايه. مثلا قلت عايز اخليه 120 مثلا، هاجي اعمل ايه؟ هقف عند الجزء بتاع الهيدر، يعني بالماوس هقف في الجزء بتاع الهيدر، واتاكد ان البوينتر بتاعي مشاور على الايه؟ الجزء اللي انا واقف عليه. وبعدين هروح نازل تحت في البروبرتيز، وهاجي من فيرتيكال هقول له اخلي الاتش بتاعتي ب 120. يبقى في الحاله ديت انا خليت فعلا اهو الاتش بتاعتي بقت، او الهيدر بتاعي بقى ب 120. طيب مثلا البادي عايز اخليه 400، يبقى هقف عند بادي وهقول له هخلي الهايت بتاعي 400. وبعدين عند الفوتر عايز اخليها مثلا 40، يبقى هاجي هنا وعند الاتش هقول له الفوتر بتاعي هيبقى بايه، ب 40. وبكده
انا كده كونت اول شكل للتيبل وابسط شكل للتيبل بتاعي. اول شكل للتيبل بتاعي وابسط شكل للتيبل بتاعي، ان انا بقى عندي بقت فيه روز وبقت فيه كولومز. وطبعا انا بقدر اعدل سواء في الروز او الكولومز من خلال الايه، ان انا اقف على التاج الخاصه بالتيبل، التاج الخاصه بالتيبل اللي هي موجود عندي في الجزء اللي تحت خالص ده، اسمه التاج سيلكتور. ممكن اقف هنا على التيبل وابتدي اغير في الروز او الكولوم زي ما انا عايز. وكذلك ممكن اتغير احكم في الويت بتاعي واتحكم في السيل بادنج والسيل سبيسنج. تمام كده الجزء ده في الاول، احنا ازاي عملنا التيبل. جاست ان انا جيت قلت له ان انا هعمل انسرت، وبعد كده من انسرت هبتدي اعمل ايه، هبتدي اختار تيبل. وبعد كده انا ببتدي احدد انا عايز احط ايه، الويدث واحط الهايت واحط البوردر، البوردر ثيكنس، واحط كمان الايه الروز والكولونز بتوعي قد ايه. ده كده في اول ما ببتدي هعمل الايه التيبل بتاعي. طيب دلوقتي لو انا بقى عايز ابتدي ارسم تيبل بالشكل دوت، انا عندي مثلا ده التيبل بتاعي وهبتدي اقسمه لروز وكولومز. طيب في حالة زي ديت التيبل بتاعي ده فيه كام رو بالظبط كده؟ يبقى هنا التيبل بتاعي فيه 4 رو. طب فيه كام كولوم؟ تمام، يبقى احنا عندنا متفقين ان التيبل بتاعنا ده فيه 4 روز وفيه 6 كولومز. تمام، يعني المفروض عدد السيلز بتاعتي تبقى قد ايه؟ عدد السيلز بتاعتي يبقى قد ايه؟ ده المفروض يعني احنا لما هنيجي يا جماعه في الدريم ويفر وهنيجي نرسم التيبل ده هيترسم فعلا ان هو فيه 24 سيل. طب في الحاله ديت ايه اللي يحل لي المشكلة بتاعتي ديت؟ بالظبط كده. طبعا احنا ملناش دعوة بقى بالكول سبان والرو سبان، هنا احنا مش هنتكلم عن الكول سبان وهنبتدي نتكلم عن الرو سبان. هنا هنبتدي نتكلم عن حاجة اسمها اللي هو السيل ميرجنج او ميرج سيلز. هنتكلم على حاجة اسمها ميرج سيلز، ميرج سيلز او دمج الايه الخلايا. يبقى في الحالة ديت انهي سيل هيتم عليها، طبعا هنرقم دلوقتي، انهي سيل اللي هيبتدي يتم عليها عملية الترقيم؟ 2 دي اول حاجة، وبعدين و10 بالظبط كده. يبقى انا عندي 2 و10 وكمان ايه 11. تمام، يبقى انا عندي 2 و10 و11 هما اللي هيتم عليهم عملية الميرج او الدمج. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنبتدي نطبق الكلام دوت على الايه التيبل بتاعنا دوت. هنيجي دلوقتي نرجع تاني للدريم ويفر و هنيجي نقول له insert table. تمام، يبقى هنيجي نقول insert table وقلنا ان التيبل بتاعنا ده هيبقى فيه 4 rows وهيبقى فيه 6 columns. تمام، يبقى 4 rows و 6 columns
وبعد كده هقول له اوكي. طبعا في الحاله ديت هنلاحظ اهوت فعلا انه تم عليا عمليه الايه، ان هو ظهر 24 خليه وعايز ابتدي اعمل عمليه الدمج. طب عمليه الدمج هنا هتممها ازاي؟ اول حاجه هبتدي اقف على الخليه او الخلايا اللي عايز اعمل عليها عمليه الدمج، هعمل لها سيلكت ازاي؟ هقف على اول خليه عايز ادمجها وهدوس بالماوس شمال، وبعدين هعمل دراج وانا دايس شمال اروح على الخليه اللي جنبها، بعدين امشي واروح على الخليه اللي جنبها، وبعدين اروح ماشي تاني واروح للخليه اللي جنبها، وبعدين امشي كده واروح للخليه اللي جنبها. كده انا عملت ايه؟ عملت سيلكت للايه؟ للخمس خلايا مع بعض. لو انا عايز اعمل لهم عمليه الدمج بنزل في البروبرتي انسبكتور، ومن البروبرتيز باجي اختار من سيل هنا حاجه اسمها ميرج سيلز، ميرج سيلز، واروح جاي واعمل لهم عمليه الايه؟ الميرج. تمام؟ يبقى هيجي هنا ويروح جاي عامل عمليه الايه؟ الميرج. بعد كده هيجي الجزء اللي هو تحت خالص اللي هو الفوتر، نفس الفكر، هدوس برضو بالماوس شمال وابتدي اسحب على الخليه اللي بعدها واللي بعدها اللي بعدها لغايه لما اوصل لاخر الجزء بتاعي ده، اروح جاي وعامل عمليه ايه؟ الميرج برضو بنفس الكيفيه. طيب وبعد كده عندي بقى ايه؟ هعمل ميرج للجزء اللي هو بتاع الايه؟ الكونتنت، برضه بالماوس شمال واجي اختار الخليه بتاعتي، وبعدين انزل من سيل واعمل ايه؟ ميرج. وهنا هزود بس الهايت بتاعي، وهنا برضه هزود الهايت بتاعي، يبقى كده اتكون معايا الايه؟ الموقع بتاعي او اللي هو الايه؟ اللاي اوت بتاعي باستخدام الايه؟ التيبل. يبقى احنا عملنا ايه؟ مجرد ان انا باجي اختار السيلز بان انا ادوس من الماوس شمال اختار السيل اللي بعدها واللي بعدها لغايه لما اوصل للاخر، وبعد كده بروح جاي مختار من سيل ايه؟ ميرج. تمام النقطه الخاصه بالميرج ديت. طبعا هنا ما ينفعش نقول ايه هنفوت وبعد كده هتتقال حاجه تاني او بتاع او ممكن نفهمها من بعد كده، لا احنا دلوقتي كل حاجه في التيبل لازم نكون عارفين ازاي بتتعمل، لان بعد كده احنا هنبتدي نشتغل على التيبل، هيبقى اعتمادنا في الشغل كله على التيبل بعد كده، اعتمادنا كله في الشغل بعد كده على التيبل. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان في عندي هنا حاجه اسمها ميرج، ان انا ببتدي اعمل دمج لمجموعه خلايا مع بعضها، ودي تعتبر بديل لحته الكول سبان والرو سبان اللي احنا كنا بناخدها في ال HTML. تمام؟ طيب لو انا دلوقتي عايز ابتدي احط لينكات عند الخلية رقم 9، عند الخلية رقم 9 عايز ابتدي احط بقى عندي يبقى فيه هوم وابوت اس وسيرفيسز وكونتاكت اس، يعني ده معناها ان انا هنا هبتدي عايز اقسم الخلية رقم 9 هنا هوت. هيبقى عشان يتم عملية الايه؟ التقسيم هنا. طيب ماشي اوكي، اللي عايز يسأل شهاب ماشي اوكي. يا ريت ما يكونش السؤال طويل قوي. ازاي بنخلي الجدول يملى الصفحة؟ عادي جدا مفيش مشكلة، مجرد ان انا بخلي الويتس بتاع التيبل 100%. لما باجي اعمل insert table اتاكد ان ال width بتاع التيبل هو 100% 100%. تمام؟ ده بس النقطه. تمام؟ لا الارتفاع لا، احنا ما بنحسبش الارتفاع في لما بنيجي نعمل insert table، مجرد اللي بيتحسب فقط ال width، لان الارتفاع على حسب انا ببتدي احدده في كل سيل لوحدها. تمام؟ في التيبل يا جماعه احنا ما بنحددش هنا height، في التيبل هنا احنا ما بنحددش هايت، احنا بنحدد الويت بس، لان الهايت بعد كده بمسك كل سيل وادي لها الهايت اللي انا عاوزها. تمام؟ طيب دلوقتي يا جماعه عندنا السيل نمره 9 دي عايزين نبتدي نحط فيها لينكس، هنحط فيها لينك بتاعت هوم، لينك بتاعت ابوت اس، لينك بتاعت سيرفيسز، لينك بتاعت كونتاكت اس، وكل